الدولي، زي ما انا كنت بقول انا مش عاوز يبقى اعتمادي على فقط تحويلات المصريين في الخارج او حتى الهوت ماني اللي وارد جدا انها تبدا ترجع مره تانية للاقتصاد المصري، او ان انا بس يبقى في عندي فرحه شديده بزياده العائدات الدولاريه من السياحه لانها برضو قطاع اقتصادي هش جدا او بالادق حساس جدا. قناه السويس قطاع اقتصادي حساس جدا نتيجه المتغيرات السياسيه اللي بتحصل في المنطقه. اعمل ايه؟ خلينا نقول الحمد لله ان احنا عندنا الموارد اللي حضرتك بتتكلم عنها الاول، فضل وعدل، لان احنا رغم تحدياتنا نحن الاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقه. طبعا لما حضرتك النهارده ما انت بتعد بتقول انا عندي قناه السويس، صح، وعندي تحولات المصريين بالخارج، صح، وعندي سياحه، وعندي غاز، صناعه، صادرات، وعندي صحيح. كل ده احنا الحمد لله، يعني ده شيء دول بتحسدنا على ان احنا اقتصاد يمكن انا اقتصاد اكثر قادر على امتصاص الصدمات مع تنوع هذه الاجراءات. لما هنتقل الى قضيه الصناعه، ودي بيكون عليها حديث كبير جدا يا استاذ يوسف، عايزين هو مين اللي هيصنع؟ اصلا انت دلوقتي حضرتك العنوان براق جدا، لازم ننتقل الى الصناعه. تيجي الدوله تنفذ مصنع كبير يكون قائد للتنميه في منطقه ما، تلاقي الاصوات بتتكلم هي الدوله ليه بتصنع؟ ادوا فرصه للقطاع الخاص ان هو يصنع. الدوله تقدم حوافز للقطاع الخاص، تلاقي القطاع الخاص لو دخل واتى قطاع خاص اجنبي من خارج، هو انت هتخلوا تدوا فرصه للاجانب ان هم يصنعوا؟ هو انت مش عامل لي راس مالي ومتوحش؟ طب خلاص سيبها لاليات السوق، طب هو مقدم عرض احسن منك، صح ولا غلط؟ هي دي الفكره. انت حضرتك في بلد رجال الاعمال، شريحه مستثمرين في القطاع الصناعي دي شريحه قليله جدا، احنا نقدر يعني نفندهم بسهوله، يعني اما ان هم يكونوا متخصصين في مجال معين بالوراثه، رجال اعمال في الجلود، في الاخشاب، بيكونوا رجال اعمال بالوراثه، او رجال اعمال كبار لدي، يعني انا اقدر السوق العدد محدود، عدد المستثمر الصناعي ما بيتولدش مستثمر صناعي، ده انت بتاخده من مستثمر خدمات يتحول لصناعي او مستثمر تجاري. العينه دي محتاجين نشتغل عليها، ومحتاجين نركز على تلك الشريحه، لكن علشان الاقتصاد يتحرك مهم جدا في الفتره اللي جايه ان احنا نخلق دوائر اقتصاديه داخليه. ازاي؟ انا محتاج اقتصاد، اذا كانت الحكومه مع قرار وزاره الماليه بعدم البدء في مشروعات جديده، هلاقي عندي ان قطاع التشييد والبناء والمشروعات اللي بتقوم بها الدوله اذا تراجعت شويه هيبقى عندي تحدي بطاله. فمهم جدا ان احنا ننشط البناء من المواطنين، المواطن هو اللي يبدا يشتغل، العماله اللي كانت بتشتغل عند الدوله في مشروعات البنيه التحتيه تشتغل عند المواطنين وعند مستثمرين القطاع العقاري. اتصور ان تيسير الاجراءات في القطاع العقاري ده شيء كويس جدا.